جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للحاج أن يخرج من الطواف لكي يستريح لعدة دقائق ثم يرجع ويستأنف الطواف ويكمله، خصوصا وأنه كان يطوف في الدور الثالث ومعه نساء ضعيفات وزحام شديد؟ وإذا كان لا يجوز، ماذا عليه وقد مضى على حده شهور؟ جزاكم الله خيرا. الاستراحة المتخللة أثناء الشوط ثم المواصلة لا تؤثر على الطواف إذا كان محتاجا إلى ذلك واستراح وهو باق على طهارته وباق على نية الطواف، فإن هذه الاستراحة اليسيرة التي يحتاج إليها لا تؤثر إن شاء الله على طوافه. نعم. جزاكم الله خيرا. ذكرتم أثناء الشوط، ماذا لو كانت استراحة بين شوطين شيخ خالد؟ كذلك من باب أولى، ما شاء الله، استراحة بين شوطين، نعم، للحاجة، نعم، مع البقاء على الطهارة وعلى نية الطواف، لا بأس بها، سواء في أثناء الشوط أو بين شوطين.